بتاعته. انا عايزه ان كل واحد يكون عنده الطموح اللي مرتق اللي يعني المقترن بالقدره. يعني ايه الطموح المقترن بالقدره؟ انا قدرتي مثلا هقول هنتكلم على قدرتي في البدنيه، اعرف امكانياتي ايه واقدر اطمح تبع لاكمالياتي، ما اكونش انا امكانياتي محدوده اجتماعيا وماديا واطمح طموح اكبر من طاقتي فيصيبني بالاكتئاب او يصيبني بالاحباط. ده بيتطلب من الرئيس المقبل انه يتعامل ازاي مع مطالب الشعب وطموحاته؟ يتطلب ان هو يفهم نوعيه البلد ايه. البلد لازم يكون عنده دراسه شامله لاحتياجات الشعب، اذا كانت احتياجات نفسيه، اذا كانت احتياجات اقتصاديه، اذا كانت احتياجات ماديه، اذا كانت احتياجات شبابيه. لازم هو يدرس القاعده العريضه للشعب وطلباتها ويحاول يحط البرنامج، ما يحطش برنامج اكبر من قدراته، لان هو كده بيمنيني او بيديني طاقه ايجابيه، وفجاه ما تسحب مني الطاقه الايجابيه بقى انا بيحصل لي نوع من الخمول او نوع من الاكتئاب او نوع من الاحباط. يديني الحقيقه، يبقى في شفافيه. طيب. شفافيه مع الشعب. طب دكتوره جيهان، دلوقتي لسه المشهد يعني الرئاسي لم يكتمل، ولكن بالمرشحين المحتملين الموجودين لحد دلوقتي، المشير السيسي وبيطلق عليه هو مرشح الشعب، وحمدين صباحي والبعض يطلق عليه مرشح الثورة. يعني من الناحية طبعا حضرتك عارفة وقع الكلمات على الأذن والمواطن المصري خاصة بعاطفته بها تأثير، فكيف تقرأين هذين العنوانين المقترنين بالمرشحين المحتملين؟ والله أنا هقرأها مش كدكتورة اجتماعية أو دكتورة نفسية، أنا هقرأها ذا كمواطنة مصرية. الثورة أنا ما أعتقدش أن الثورة أنا طلعت منها بنتيجة، الى الان لم اجني ثمار للثوره. كشعب مصري كلنا بنقول احنا ما حسيناش بالتغيير، احنا حسينا ان احنا الحاله بتاعتنا بقت للاسوء. الكل بيعترف ان احنا في حاله سيئه من الناحيه النفسيه والناحيه ناحيه البلاد. مرشح الشعب، مرشح الشعب، هنقول ليه مرشح الشعب؟ هل لان الشعب كان بيطالب بمطالب هو حقق له جزء منها؟ طب اوكي، طب انا هقول الشعب المصري شعب عاطفي، والشعب ده بينساق وراء الاحلام العاطفيه، او كلنا بنجري كمصريين لناحيه عواطفنا، ان احنا ناس عندنا مشاعر فياضه وعندنا مشاعر بالرؤساء بتوعنا، بيبقى عندنا طموحات عاطفيه للرئيس بتاعنا. يعني ايه طموحات عاطفيه للرئيس بتاعنا؟ احنا الشعب المصري اما بيحب بيحب قوي، وبيدخل بكل جوارحه للرئيس بتاعه، بيمجده بطريقه فظيعه لدرجه ان هو ما عندوش مانع ان يخلي الرئيس بتاعه اسطوره، وده غلط. الرئيس بتاعنا بشر، ليه امكانياته وليه اخطائه، عشان كده يبقى لازم فيه ناحيه توعيه اعلاميه، توعيه سياسيه، توعيه نفسيه، وده مهمة الإعلام ومهمة الدكاترة النفسيين والاجتماعيين. هل هذه ثقافة أنا حاسة هي في الجينات المصرية؟ لازم يبقى ممكن تتغير؟ لازم تتغير، لازم تتغير. إن أنا مش أي حاجة يعملها الرئيس أبقى موافق عليها، العهد ده فات. لازم إن أنا أبص بمنظور عقلي، أو إن أنا كل حاجة يعملها أبقى معترض عليها برضو. ما هو إحنا برضو بنقول لا. لازم يبقى في توعية سياسية وتوعية نفسية، إن الرئيس ده بشر يجب أن يحاسب، ويجب إن هو يبص لاحتياجاتي، ويجب إن هو يكون الخطة بتاعته تحقيق الأمان النفسي والاستقرار الاقتصادي، ويكون عنده إن هو ما يمنينيش بحاجة ما يستطعهاش، ما يقولش إن أنا هعلي المرتبات وعلي الدنيا وفجأة ألاقي إن الدنيا لا فيها تعلية. كمان ما يسمحش إن الشعب ياخد ديمقراطية أزيد من اللازم بحكم إن هو ديمقراطي وفجأة ألاقي الديمقراطية تحولت إلى فوضى. لازم القوانين، لازم يتعمل قوانين، ويجب إن مش تتعمل القوانين بس، لأن إحنا أكثر بلد فيها قوانين. إنفاذ القانون، يجب إن تنفيذ القانون وتطبيق القانون من الكبير للصغير. القانون لا يطبق على الفقراء بس، القانون لا يطبق غير على اللي عنده واسطة، ما يطبقش عليه القانون. كل المراكز الاجتماعية اللي موجودة للقانون المحطوط. طيب، كتير من الخبراء شايفين حلم المصريين في الرئيس المقبل وان هو هينفذ مطالبهم زي ما يكون ماسك عصا سحريه وبيحقق مطالب كل واحد. كتير من الخبراء شايفين ان ده خطر شديد على المجتمع المصري بعد اختيار الرئيس المقبل، لانه مش منطقي ان المشاكل هتتحل في يوم وليله او في سنه حتى او في سنتين. يعني تعليقك ايه على الإحباط اللي ممكن يحصل للناس لو ما تمش مواجهتهم بالواقع الحقيقي، ويكون في شفافية بإمكانيات الدولة، بسقف مطالب معينة، جدول زمني لتحقيقها، وشايفين ده بيحصل قدامهم تدريجياً؟
والله حضرتك جاوبت على السؤال بطريقة جميلة جدا يا أستاذ أحمد، إن المواجهة كل واحد ما يحطش برنامج يستقطب بيه الشعب وبرنامج كاذب أو برنامج خاطئ، لا، أحسن حاجة إن أنا أواجه الشعب بتاعي أقول له إمكانياتنا كذا، في خلال الإمكانيات أنا هعمل كذا. ويجب إنها في تكون رقابة على رئيس الجمهورية، رقابة على رئيس الجمهورية إن هو ما حققش حاجة في جدول زمني يحاسب. إيه مانع إن رئيس الجمهورية يحاسب من الشعب أو من جهة تبع الشعب إنها تقول له أنت ما حققتش؟ ما ننخدعش بمشاريع النهضة ومشاريع الميت يوم ومشاريع دكتورة. لا، المشكلة إن في فجوة ما بين الحاكم والمرؤوسين، يعني هو ما بيوصلوش. الناس بتحس بإيه؟ اللي هي كرة الإحباط اللي بتزيد، ما فيش حاجة بتتحقق، ده ما بيوصلوش. يعني إزاي نخلق حلقة الوصل في حاجة يعني تايهة، مش تايهة أو يعني مش جاية في الشعب المصري، إن تبقى فيه وزارة للشكاوي، وزارة للشكاوي أو وزارة لحماية المواطن المصري، زي ما احنا عندنا وزارة لحماية البيئة. البيئة بتاعتنا احنا عامل لها حماية، البني آدم نفسه ملوش حماية؟ يبقى فيها عرض جميع، فيها من الإعلام وفيها من الأخصائيين النفسيين وفيها من الإرشاد النفسي والإرشاد الديني. تبقى وزارة خاصة بجميع حل مشكلات المواطن المصري، وتقدم لرئيس الجمهورية إن الناس دي بتشتكي من كذا أو عايزة كذا أو أحلامها كذا، وهو كمان يكون واقعي. أكيد هو بني آدم من مصر، ينزل الشارع يعرف مطالب، يكون الشعب واقعي ويكون عارف. يعني هل سؤالي يمكن في الختام، يعني هل إحنا كشعب ما نريده هو ما نحتاجه؟ يعني هل ما نريده هو ما نحتاجه؟ أنا عايز أقول إن الشعب المصري برضو مغيب وطماع. يعني إيه طماع؟ عايز كل حاجة تتحقق بدون تعب. لا، أنا عايز الإنتاج، عايز تعلية مرتبات يبقى فيه إنتاج، عايز تغيير وضع الديني. أنا مش هقعد كده هو وأحلم بالثراء السريع. كل رئيس يجب أن يواجه الشعب بحال البلد الصحيح، ويحط الخطة المناسبة للتنمية، وعلى الشعب إن هو يبطل احتجاجات ويبطل مظاهرات ويبطل اعتراض ويحاول ان احنا نتجه للانتاج. نعم، يعني شويه. بالتاكيد احنا داخلين على سباق انتخابي ساخن أكيد. جدا، وكل مرشح وضع نفسه في امتحان قدام الشعب، ازاي هيحقق البرامج اللي هو اخذ بيها عهد على نفسه في الفتره الزمنيه اللي تعهد بيها، وازاي الشعب هينتظر لحين تحقيق هذه المطالب. اشكرك دكتوره جيهان النمروسي، استاذ علم الاجتماع. شكرا، وانا بشكركم واتمنى لمصر كل الخير ان شاء الله. والشكر موصول لكم مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. انتهينا النهاردة من هذا الصباح، نتمنى لكم يوم سعيد، نشوفكم على خير دايما في حلقة جديدة تانية من هذا الصباح. إلى اللقاء.